السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا بدوار اونوت في الشراعه. دوار اونوت في الشراعه، علاش سموه دوار اونوت وهو في الشراعه ماشي في تافوغات؟ لحقاش كاين دوار اونوت في تافوغات. لحقاش الناس اللي كانوا ساكنين في تافوغات، يعني الاصل ديالهم تافوغات، تهودوا للشراعه وبقاو ساكنين في الشراعه، داكشي علاش تسمى بدوار اونوت، يعني تابعين لدوار اونوت اللي في تافوغات. في هذا الفيديو هذا غادي ان شاء الله نتعرفوا على دوار اونوت، وغادي ندير واحد الدوره هنايا ان شاء الله. الان بالضبط حنا كنتواجدوا في المدرسه ديال الدوار، مدرسه اللي تابعه لتيزي قبراون، مجموعه مدارس تيزي قبراون. غادي ندير واحد الدوره هنا ان شاء الله، وغادي نتعرفوا على المدرسه ديال تيزي قبراون اللي تابعه لدوار اونوت، ونتعرفوا على دوار اونوت. على بركه الله نبدا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. هاد المدرسة هادي راها في الدوار ديال اونوت، مدرسة قديمة هادي، ما عرفش عندها من سنة ديال الاجواء. وبالنسبة للناس اللي قراو في هاد المدرسة هادي يقولوا ان اش من سنة قراو فيها، حقاش غادي يكونوا الناس اللي قراو فيها. ويعني بالمناسبة انا الوالدة ديالي قرات في هاد المدرسة هادي هنايا، يعني في هاد الاقسام، اقسام قدام هادو، شحال الاقسام اللي كانوا هنايا. هاد المدرسة كان نورمال مقسم هنايا، هو كان قسم هنايا، فراني واقف لكي كان قسم راهم هدموه، وباللي راهم هذا بناوه جديد، هذا عاد مزال ما بناوش، مزال ما يكملوه. عاد هذه هي الأجواء، هذه الساحة فين كاين يلعبوا التلاميذ في الاستراحة، هذه هي مدرسة اللي تابعة لدوار أونوت بشراعة. الريح راهي صوت، نتمنى غير الصوت يكون واضح. هادو اللي هنايا جبال كبدانة، هادو جبال كبدانة، هادو ما جبال كبدانة. والحاجه اللي زينه هنا في هاد الدوار هذا، يعني خدمي لها الطريق من مليحه، يعني داري القدرون، يعني مسافه طويله باش توصل حتى للمدينه. المهم هاد القدرون هذا غادي من هنا حتى لمدينه بركان، يعني مهني بالنسبه للناس اللي يجيو لهنا لهاد الدوار ولا الاصل ديالهم من هنايا، يعني من ناحيه ديال الطريق راهم مهنيين. مجموعة مدارس ولاد بوبكر فرعية تيزي غبراون، هي المدرسة، وهو الطريق اللي قلت لكم، يعني هاد الطريق، يعني مشكورين الناس اللي خدموا هاد الطريق هادي، يعني هاد القدرون هذا غادي كنت تبعوه، غادي نصور لكم. تقدر تمشي به من حتى الأكليم ولا من مدينة بركان، يعني من تمشي مع القدرون هذا يديك حتى لمدينة الأكليم ولا مدينة بركان، وراها مسافة طويلة.
الاخوان درك كنا في هذا الدور هذا وطلعنا مع هذا الطريق هذه. هذا الطريق من هنايا كتمشي لمدينه بركان، وهذا الطريق هذه من هنايا كتمشي لمدينه اكليم. الدور اللي قلت لكم دوار اونوت بتافوغالت، دوار اونوت اللي قلت لكم بتافوغالت يعني كانوا ساكنين فيه الناس ديال هذا الدور هذا، غادي نحاول نزومي عليه من هنايا من تافوغالت. الا كان الجو صافي راه غادي يبان، ولا كان الجو مغيم لحقاش يبان لي الجو شويه مغيم ربما ما غاديش تبان الصوره مليح، ولكن غادي نديروا السبب. هذه طريق تافوغالت من بركان لتافوغالت. ها هو اونوت، هذا هو المسجد ديال دوار اونوت. ولكن مع الاسف الجو راه مغيم، ولكن مع الاسف الجو راه مغيم. الفيديو ما واضحش مزيان.